السلام عليكم، هلا فيكم في فيديو جديد. طبعا نقدر نقول خابت التوقعات او لكن اهم شيء حصلنا شيء. يعني كنا نقول ان يوم 8 اوغست ابل راح تعلن عن الابل ووتش، ما طلع في ابل ووتش. اهم شيء ان ابل سوت شيء، اعلنت عن المؤتمر القادم راح يكون يوم الثلاثاء القادم يوم 15 سبتمبر على الساعة 8 تقريبا في السعودية. صورة الإعلان هذا راح يكون أونلاين، ما راح يكون في مؤتمر يعني الناس يجون، لا أونلاين راح يكون نفس المؤتمر الـ WWC لحق المطورين، نفس الحركة أبل بتسوي. طيب المؤتمر هذا شو اللي راح يكون فيه؟ كلها تسريبات يعني أحيانا تصير صح أحيانا تصير خطأ. يعني تكلمنا فيه تسريب إنه بتنزل أبل ووتش اليوم وكل شيء، طلع تسريب في إيفنت في حادث حق أبل وسوت هذا. المهم التسريبات اللي الحين تقول لكم بالشكل حق الشعار إنه راح يكون في آيفون قادم الأسبوع القادم، أبل راح تعلن عن الآيفون. تذكرون قبل شهر أو شهرين تكلمت عن تسريبات إن أبل يعني حلو إن تعلن عن الآيفون المؤتمر حقها عشان ما تغيره، تخلي فوق سبتمبر في نفس الوقت تعلن عن حتى لو نهاية سبتمبر، أهم شيء يتم المؤتمر في سبتمبر تعلن عنه وتقول بعدها بأسبوع أسبوعين ينباع الآيفون. أهم شيء الإعلان عن الآيفون يتم في ذا الوقت، نعرف المواصفات وكل شيء عن الآيفون في هذا الوقت. يقولون حق الدعوة للمؤتمر اللون الأزرق، فهل هذا يعني إن الآيفون القادم راح يكون لون أزرق؟ طيب حتى أبل ووتش يقول لك انه راح تكون لونها ازرق، في نسخه لونها ازرق، فالى الان ما نعرف بالضبط. لكن في تسريبات او في اخبار تكلمت ان المؤتمر القادم اللي هو الاسبوع القادم ما راح يكون فيه ايفون. انا عارف الكل الحين يتكلم يقول انه في ايفون قادم في المؤتمر القادم راح يكون، لكن في اخبار برضه ثانيه تقول لكم ما في. انا اقدر اقول لكم خلاص في ايفون قدام واصير مع الكل واتكلم نفس الناس اللي يقولون، لكن الكيوردز حق المؤتمر ان المؤتمر أبل حطته الحين في اليوتيوب ان خلاص جهزت الفيديو تقدر تشوفه، اللينك حقه تحت تقدر تخلي اللينك عندك تحفظه. يوم الثلاثاء القادم يوم 15 سبتمبر تضغط عليه الساعة 8 تقريبا بتوقيت السعودية يبدأ المؤتمر هناك، لأن أبل مسجل مسوي المؤتمر مسجل كل شيء. فالكيوردز حق نفس اللينك أو الفيديو الصفحة حقتها الناس فتحوا الملفات وشافوا إن ما تكلموا عن الآيفون 12، تكلموا عن الآيفون عادي آيباد عادي الإيربودز، لكن تكلموا عن الواتش 6 اللي هي أبل واتش الجديد اللي راح تنزل. أبل واتش 6 كاتبين واتش 6، ف100% راح يكون في أبل واتش 6 لكن آيفون 12 ما تكلموا عن، وهذا يعني يدعم التوقعات أو التسريبات الثانية اللي الكل ما يتكلم عنها الحين، إنه يقول لك المؤتمر هذا ما راح يكون فيه عن آيفون، أبل ما راح تتكلم عن الآيفون. ما ندري يعني هل ستيل في مؤتمر ثاني أبل راح تسويه حق الآيفون في بداية أكتوبر تمشي التوقعات نفسها باختلاف بسيط اللي صار الحين، ما ندري. المهم لينك المؤتمر راح يكون تحت، نشوف قدام. الاي او اس 14 اذا كان في ابل واتش راح تنزل، فابل واتش لازم يعلن عنها، حتى البيتا حق ابل واتش تنزل بكره بعد بكره او الاسبوع القادم. يعني بعض الاشخاص يقول لك المؤتمر راح يكون يوم الثلاثاء، يمكن يوم الاثنين ابل تعلن عن الجولد فيرجن او النسخه النهائيه حق الاي او اس 14، يمكن الاسبوع هذا، يمكن وقت ما تشوفون الفيديو تنزل النسخه النهائيه للمطورين، واسبوع القادم تنزل للكل. يعني مؤتمر أبل راح يكون يوم الثلاثاء. اذا في ايفون راح نطول يقول لك يوم الجمعه مثلا تنزل حق الكل اي او اس 14، واذا ما في ايفون لكن في ابل ووتش فلازم الاي او اس 14 برضو ينزل للكل البدايه عشان يدعم الابل ووتش. الابل ووتش اذا كان السوفتير حقها الجديد فلازم يكون عندك اي او اس 14. فكل التسريبات وكل الاشياء دي ننتظر ونشوف في المؤتمر ونعرف هل في ايفون ولا ما في. اوريدي عارفين احنا في ابل ووتش جديده، في ايباد جديد، هذا اللي نعرف، بس مش البرو العادي. ما ندري هل ممكن تنزل برو، ما ندري. ابل تحب اللعب زي كذا. ابل سوت هاشتاج اليوم قبل ما تعلن عن المؤتمر، سوت هاشتاج ابل ايفنت في التويتر، والهاشتاج بشكل باللون الازرق وفي ايقونه، يعني اول مره يصير في نفس الهاشتاج في لوجو حق ابل، ابل مسويته، والهاشتاج حاطه التاريخ حق الهاشتاج نفسه من 8 سبتمبر من اليوم الى 28 سبتمبر. هذا تاريخ حق الهاشتاج الحركه اللي مسويتها في التويتر، متكلمين يعني ماخذين مع التويتر هم دي الحركه. فليش مخليتها من 8 الى 28؟ هل في اشياء بتنزلهم قبل المؤتمر او بعد المؤتمر كذا بس ريفرش وتبي الناس يتكلمون عنهم ولا لا؟ ما ندري. فكل الاشياء نشوفها قدام. انا عارف ان اشخاص اوه ليش تتكلم الحين، ليش تقول انه ما في الايفون، الشخص ذاك قال وذي الشخص قال وذي الشخص، الكل قال ان في ايفون في المؤتمر صح، وانا اقدر اقول ان في ايفون في المؤتمر، لكن انا بقول لكم كل شيء، يعني اقول لكم انه اوكي في ايفون في المؤتمر، هذا في تسريب يقول لك في ايفون، في تسريب ثاني يقول لك ما في ايفون، والدليل حق التسريب الثاني يقول لك انه في نفس اليوتيوب الكيوردز حق صفحه ابل في اليوتيوب اللي بتعلن عن في المؤتمر ما راح تتكلم عن الايفون او الايفون 12، مش كاتب يمكن ايفون، ممكن تتكلم عن الايفون 12 ما ادري. كان انا بقول لكم كل شيء يعني انتم كيف في هذا التسريب وفي هذا التسريب.
ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة واشتراك في حسابي في سناب شات، شرف بإضافتكم وعمل لايك للمقطع ونشر المقطع، وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون يفضل دعاكم، والسلام عليكم.